الحفل الكريم مع تطور الأساليب الشرطية لمواكبة التحديات الأمنية والقدرة على التعامل مع المواقف الطارئة بمهارة وكفاءة فائقة مع عروض رياضة الباركور. يبدأ العرض ببيان يوضح كيفية التدريب على سرعة رد الفعل وتفادي الأخطار بمهارة واقتدار. الحفل الكريم الهدف من تدريب الطلبة والطالبات على مهارات رياضة الباركور يتمثل في القدرة على تخطي وتجاوز الأخطار اللحظية التي تتطلب أقل وقت وأقل جهد. وفي هذا الإطار فقد حرصت كلية الشرطة على تدريب الطالبات على رياضة الباركور لتكون خريجات الكلية على قدر عال من الكفاءة والقدرة والقوة، متسلحات بالعلم والمعرفة، واضعات للواجب هدفاً وغاية. أمام حضراتكم ثلاث مركبات رباعية الدفع. ستقمن طالبات فريق الباركور بأداء قفزات أمامية من أعلى أسقف تلك المركبات. تثبت الطالبات قمة الثقة بالذات بأعلى الوثبات وأخطر السقطات. سقطات أمامية متصاعدة الصعوبة والخطورة من أعلى مقدمات وأسقف المركبات بارتفاعات مختلفة. الموجة الأولى. الموجة الثانية. الموجة الثالثة. والآن ستستعرض طالبات فريق الباركور قمة الشجاعة في مواجهة المواقف الأمنية الطارئة. تتقدم من يسار المنصة ثلاث دراجات رباعية الدفع. ستقمن الطالبات باجتيازها بسقطات أمامية. سقطات أمامية تنم عن مدى اللياقة البدنية وسرعة رد الفعل في المواقف الأمنية العصية. ويزداد الأمر صعوبة. اجتياز ثلاث دراجات رباعية بامتداد 5 أمتار وطلبة مزودة بالرماح. ولثقة الطلبة في قدراتهم التدريبية يزداد الأمر خطورة. اجتياز 4 دراجات رباعية بامتداد 7 أمتار وعشرة طلبة مزودين بالرماح. الحفل الكريم، إن الفلسفة الأمنية تتطور بتطور الأحداث والمستجدات على الساحة العالمية.